أكثر من 30,000 منتسب في شرطة الأنبار تم فصلهم وتصفير رواتبهم بسبب سقوط المحافظة بيد تنظيم داعش قبل عامين، ورغم إصدار موافقات بإعادة البعض منهم إلى الخدمة إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ما دفع بالعشرات منهم للتظاهر أمام مبنى المحافظة مطالبين بالنظر في معاناتهم وإرجاعهم دون الاقتصار على الوعود فحسب. أنا عندي خمس شهادات كتر من شغلة البنمر، أم دفنتهم وين؟ الله يشهد عليه بالزبالة دفنتهم. خمس شهادات دفنتهم بالزبالة، و22 نفر برقبتي، وصفروني من الراتب ومصاب كل واحدة. هاي كلها شظايا. وضعنا تعبان، تعبنا كلش، بعد ما ظل عندنا طاقة تتحمل، خسرت أنا من الناس، خسرت بيوت سبعة، خسرت شهداء، وأموالي كلها سرقها داعش، لا حول ولا قوة، وقاعد بإيجار. يعني وضعيتنا تعبانه من خلال قناتكم اناشد السيد رئيس الوزراء، احنا مو جبناء، احنا ابطال، وبدليل من صار الهجوم على 7 كيلو انطينا شهداء وجرحى. مجلس محافظه الانبار بجلسته الاستثنائيه ناقش اهم الملفات ومنها الامنيه للوقوف على اسباب الخروقات التي تعرضت لها الرمادي ومناطقها المحيطه مجددا. أعضاء في مجلس المحافظة بيّنوا أن إخفاق الأجهزة الأمنية في التعامل مع المعلومات أدى إلى مثل تلك الخروقات، فيما أعرب آخرون عن استغرابهم جراء سحب أسلحة العشائر ممن تصدت لمسلحي داعش وقتلت العشرات منهم في منطقة الطاش والمجر. الخرق الأمني الذي حصل هو يعني قد يكون هناك نوع من التواطؤ أو نوع من الإخفاقات بجهاز استخباراتي والمعلومات التي حصلت، ولكن همة أبناء المحافظة أبناء الحج العشائري وأيضا المواطنين مع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة المحلية أدى إلى فشل هذا المخطط وقتل أكثر من 240 من الدواعش. تفاجئنا بوجود تفتيش في تلك المناطق وسحب لأسلحة المواطنين المقاومين لهذه التنظيمات الإرهابية. اليوم على الحكومة المركزية وعلى قواتنا الأمنية بناء علاقة وطيدة ما بين القوات الأمنية وما بين عشائرنا لتكون الظهير القوي لقواتنا الأمنية. وطالب آخرون بضرورة إعادة منتسبي شرطة الأنبار المفصولين إلى الخدمة لتعزيز أمن المحافظة، كونها باتت هدفا لتنظيم داعش مجددا لإعادة سيطرته عليها. هذا موضوع ضاغط بالنسبة للحكومة المحلية، موضوع مهم جدا. طالبنا رئاسة الوزراء، طالبنا وزارة الداخلية بإرجاع هؤلاء المنتسبين، كونهم قد فقدوا وظيفتهم بسبب الوضع الأمني في الفترة الماضية، ولكن اليوم نعتقد هنالك حاجة ملحة جدا بإرجاعهم إلى وظائفهم، لأنهم قاتلوا الإرهاب جنبا إلى جنب مع أبناء العشائر وكذلك الشرطة المحلية وأيضا قوات الجيش العراقي. من مجلس محافظة الأنبار، عمر العبيدي، الحرة.